هذيك الصورة خلال الحفل اللي دارته الجامعة في مدينة الرباط. هذاك الحفل دارته باش تسلم لي ديبلوم للمدربين اللي دوزوا واحد الدورة تكوينية. كان مجموعة ديال المدربين دوزوا الدورة التكوينية ديال أبرو، ومجموعة ديال المدربات دوزوا دورة تكوينية ديال البيكاف، وتلاقينا تما. ويعني راه عندي صور مع مجموعة من المدربين ماشي غير وليد الركراكي. بيان سير، حيت الركراكي يعني قدم واحد بطولة كبيرة في كأس العالم ديال قطر، وصمع له واحد المشوار جيد يعني اللي خلى أن وليد الركراكي يدخل للقلوب ديال جميع المغاربة. والحمد لله تنتمناو له التوفيق، وقدم واحد الصورة مشرفة لكرة القدم المغربية في كأس العالم ديال قطر. والحوار يعني كان تيشجعنا وقال لنا برافو أنكم بديتوا يعني التدريب في هاد السن، كملوا. دونك عطانا نصيحه باش ما نوقفوش عند هاد لي ديبلوم، عطانا نصيحه باش نكملوا ونزيدوا نخدموا ونوصلوا لما هو احسن ان شاء الله. نو هذيك الساعه ما كانتش معروفه الكلمه ديال ديروا النيه، ما تعرفات يعني حتى الكاس العالم كانت قبل من المونديال بشي شهرين ولا 3 شهور تقريبا. دونك خدينا ديك الصوره قبل من المونديال، الكلمه كيف قلت لك ديال ديروا النيه ما تعرفات حتى الكاس العالم في قطر. دونك كيف ما قلت لك، انا دوزت مجموعه ديال الدورات التكوينيه، بديت التدريب سنه 2014. اول دوره تكوينيه درتها ديال ديال الحصول على الدبلوم التدريب ديف مع معهد مولاي رشيد سنه 2014. دونك من بعدها سنه 2018 دوزت ديبلوم سي كاف مع مجموعه من المدربين. كاول بنت غدوز ديبلوم سي، غتحصل على الدبلوم سي ديال التدريب ديال الاتحاد الافريقي كره القدم يعني في جهه بني ملال الخنيفره. كنت تقريبا كنت بوحدي اللي بنت مع مجموعة من المدربين اللي لعبوا في البطولة الاحترافية للقسم الوطني الأول للقسم الوطني الثاني، كمحسن الكواري، حسن الصواري، عثمان السداد، مجموعة من اللاعبين اللي لعبوا الأندية كبيرة في المغرب. وفي سنة 2022 يعني استدعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة ديال المدربات في المغرب، والحمد لله كان الاختيار عليا باش ندوز ديبلوم بيكاف. ونادت علينا الجامعة ودوزنا الحمد لله الدورة، مرت في أجواء يعني جد رائعة. كيف قلت لك أن فريق الاتحاد الرياضي في خيبر صالح اللي هو فريق عريق وكبير عنده تاريخ كبير، قلت لك ما تستحقش هذه المكانة اللي تتواجد فيها حاليا. دونك لا أنا ولا الطاقم التقني إن شاء الله غنديروا كاع اللي في جهدنا باش نحاول نخرجوا الفريق من هاد المكانة اللي فيها هو دابا. دونك اللي تنطلب أنا هو تنطلب من الجماهير العميرية الالتفاف حول هذا الفريق، ونتعاونوا إن شاء الله نديروا ليد في ليد باش نعاونوا هذا الفريق يخرج من هذه المكانة اللي تحتلها حاليا. واخا أن القسم الوطني الثاني هو ماشي المكانة ديال الفريق الاتحاد الرياضي في خيبر صالح. دونك الاتحاد الرياضي في خيبر صالح يعني خاصو يكون في البطولة الاحترافية ديال القسم الوطني الأول ولما لا القسم الوطني الثاني. دونك راه فريق الاتحاد الرياضي في خيبر صالح عنده تاريخ كبير، خاص حشومه يحتل هذا المكانه. دونك غنتعاونوا لا حنا لا الطاقم التقني لا المكتب المسير لا الجماهير العميريه ان شاء الله، ونساندوا الفريق ونوقفوا معاه يخرج من هذه المرحله اللي تعاني منها. دونك كيف ما كيعرف الجميع انا بديت بمؤطره في مدرسه ديال الاولمبيك، من بعدها اشتغلت مع الاطار الوطني اولمبيك في خيبر صالح، من بعد اشتغلت مع الاطار الوطني محسن الكواري يعني في الفريق الاول ديال المدرسه اللي تيلعب في القسم الممتاز. الحمد لله تنبصموا على موسم جيد، حققنا نتائج ايجابيه يعني حطينا واحد لوبجيكتيف مع فريق اولمبيك في خيبر صالح ان نصعدوا هذا الموسم للقسم الوطني الثاني هو. ومن ثم يعني بداو كيعرفوني الناس. دونك الشغل الشاغل ديالي حاليا دابا هو الاتحاد الرياضي في خيبر صالح، نتعاونوا جميع ان شاء الله مع الطاقم التقني ولا المكتب المسير باش نخرجوا الفريق من هذا المكانه اللي تيحتلها. وقدمنا مستوى جيد حتى لينا مرتبه يعني مشرفه على 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 صعيد المغرب. دونك فريق الاتحاد في خيبر صالح اللي كيعرف الجميع فريق عريق وفريق يعني عنده تاريخ قديم، قدم لعابه كبار في البطوله الوطنيه ولا في المنتخب، كالنوري، الزيتوني، الدحاني، كبير، هشام عباس اللي كان في المنتخب الوطني يعني كان حارس واللائحة طويله. دونك الفريق كيف ما كيعرف الجميع راه تدي صبورة الترتيب، تعيش واحد المرحلة اللي خايبة بزاف. دونك تسلمنا الفريق أنا ومجموعة واحد الأطر التقنية إن شاء الله،
ونحاولوا نديروا لو ماكسيموم باش الفريق يخرج من هذه المرحله اللي تعيش فيها. دونك انا دونك كيف قلت لك الماديات ما تهموش، دونك حنا في البدايه ديال المشوار يعني اهم حاجه دابا ما تهمونيش الماديات. بغينا يعني هذه خطوه مزيانه كاول مدربه غتسلم فريق ديال الذكور في المغرب. دونك بغيت نديفلوبي المسار المهني ديالي في التدريب. دونك كيف ما قلت لك ما تهمونيش الماديات. بالنسبه للمده العقد يعني تسلم للفريق الى نهايه الموسم حتى نشوفوا ان شاء الله النتائج ديال الفريق. نتمنى تكون نتائج إيجابية إن شاء الله.